بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في الفيديو ده إن شاء الله هنحل أسئلة الجرامر السبعين جملة الموجودين في جزئية A1 Treasure الموجودة بي دي إف على جروب التليجرام. عايزة بس تفهم كده قبل ما نبدأ إن إحنا عملنا فيه 2 فيديو، كل فيديو كان فيه 50 جملة على الكلمات، والأسئلة دي كانت موجودة في كتاب A1 Treasure الموجود برضه على الجروب. وعملنا فيديوهين برضه ترجمة، الفيديو الأولاني كان 16 جملة من كلمات الوحدة وكلمات الأسئلة الموجودة في الملف. والحاجة التانية كان في فيديو برضو 12 جملة تقريبا على امتحانات ثانوية عامة قبل كده. كل أسبوع هيكون في كده برضو، لازم يكون في فيديو ترجمة بالإضافة للفيديوهات التانية اللي هنعملها. عايزك بس تكون نفسك طويل معايا كده وتستحمل، علشان يا بطل دي ثانوية عامة وهي مستقبلك كله واقف على الخمس ست شهور خمس ست أيام كمان، ده هم 4 شهور يعني. فعايزك تكون نفسك طويل كده وما تحبطش وما تقولش كتير، علشان دايما خليك بحر كده والبحر يحب الزيادة زي ما بيقولوا كده في أمثالنا الشعبية الفظيعة. طبعا ده الملف اللي موجود مع حضرتك في الكتاب ده صفحة 5. قبل ما نبدأ هنا عايزين بس ناخد لمحة بسيطة كده سريعا على الموضوع ده. لو انا عايز اقول لك ان هو كان زمان بيشرب مية مثلا وبطل يشرب، فانا هقولها لك باكتر من طريقة. اول واحدة ان اقول لك he used to drink، used to الفعل في المصدر. الطريقة التانية نستخدم was used to بس بعدها الفعل يكون مضاف له ing، لازم الفعل يكون مضاف له ing في ساعتها عشان was و were و ing. الطريقة التالتة نقول لك he no longer واجيب الفعل مصرف جدا عادي جدا، ما دام he وشي وات فهنقول drinks، لكن لو I drink. طب دي حاجة. ممكن الطريقة اللي بعد كده نقول لك he doesn't drink anymore أو he doesn't drink any longer، يعني ممكن anymore أو any longer هنا في الجملة دي. طيب ركز معايا كده في الحتة دي، أنت مع used to مصدر، was used to فعل مضاف له ing، no longer فعل في المصدر، فعل مصرف سوري، doesn't معاها anymore و any longer في الآخر، حلو كده؟ طيب كل دول ممكن أحط مكانهم بقى إن جملة تانية خالص أقول لك he usually drank. طيب الايه الفكره؟ ان هو كان متعود زمان، اعتاد زمان ان يشرب. كام واحد دول؟ 1 2 3 4 5. الخمس طرق دول بنفس المعنى، الخمس طرق دول زي بعض تماما. عايز اقول لك هو كان متعود زمان يلعب وبطل، يبقى he used to play, was used to playing, no longer plays, he doesn't play anymore, he doesn't play any longer, او he usually played. تعال بقى نشوف كده اول جمله معانا، بيقول لي he played football it was his habit، دي كانت عادته زمان وبطل يعملها، فانا هقول he usually played، هو جاب played فعلا فانا هاخد usually. الطريقه الثانيه انا اقول he used to play، كانت المفروض تبقى مصدر، او doesn't play football anymore، doesn't play football any longer، او was used to playing. دي اول واحده. الثانيه he playing football it was his habit playing، واخد بالك؟ فانت اكيد قلت لنفسك على طول الاجابه was used to. طب عايزين نشوف الباقيين. usually played، used to play لو مصدر، doesn't use، doesn't play، خد بالك doesn't play football any longer، doesn't play football anymore. طيب عايز اخد no longer، يبقى نقول he no longer played. طيب بعد كده الجملة الثالثة he play مصدر ازاي football it was his habit، كانت عادته زمان، فده معناها ان هي يوجوالي بلايد، طبعا دي ما تنفعش، هي يوزد تو بلاي، يبقى دي الاجابه. طب لو عايز اخد ووز يوزد تو فهقول ووز يوزد تو بلاي فوتبول، ولا بلاينج؟ لا بلاينج، لازم ووز وير بعدها ان جي، المفروض نقول ووز يوزد تو بلاينج فوتبول. نمبر 4 هي بلايز فوتبول ات واز هيز هابت، انت عايز تقول يوجوالي فهنقول يوجوالي بلايد. طب يوزد تو بلاي وده طبعا مش ينفع، doesn't ما ينفعش اصلا doesn't plays فنو لونجر plays اللي هي دي. لاحظ ان نو لونجر دي بعدها بيكون الفعل مصرف على حسب الفاعل. طيب he play football any longer it was his habit. طيب play دي مصدر حلو، وبعدين معانا مين هنا في الجمله؟ any longer، اذا الجمله لازم تبقى منفيه، فانت من نفسك رحت مغمض على مين؟ داخل على مين؟ على doesn't. طب ليه ما ناخدش نو لونجر؟ ما هو نو لونجر دي بتاعت نفي برضو، ما ينفعش ابدا يا غالي ان يكون في الجمله نو لونجر مع اني لونجر في نفس الجمله، ولا نو لونجر مع اني مور في نفس الجمله اطلاقا. لما يكون الجمله فيها اني مور او اني لونجر ده معناها ان فيها نفي، دونت ودازنت وديدنت. طيب انا عايز اخد يوجوالي. طيب يا مستر كنت هقول لك هي يوجوالي بلايد فوتبول واشيل اني لونجر، يوزد تو بلاي، ووز يوزد تو بلاينج. الجمله السادسه اي ديدنت يوز تو بلاي فوتبول بات ناو اي نوت. لو انت فاكر في الجمله دي انا قلت لك هنا ايه؟ لما قلتهاش دي تقريبا، لما قلتهاش لسه. بص معايا، لما تكون بتقول في جمله هنا هي يوزد تو درينك، هو كان متعود زمان يشرب ميه بات ناو ولكنه اليومين دول ما بيشربش. شايف درينك عباره عن فعل ولا فيرب تو بي؟ لا فعل، ما دام ده هو فعل فلازم الناحيه دي برضو ناخد فعل مساعد من بتوع الفعل اللي هو دو وداز دايما. طيب هنا درينك فناخد لها دو داز، الفاعل شي او هي او ات فناخد دازنت. طيب لما يكون بعد يوزد تو الفيرب تو بي، لما يكون بعد يوزد تو فيرب تو بي فانت لازم تستخدم هنا فيرب تو بي، بس الفرق ان يوزد تو بعدها المصدر فبناخد بنفسها.
الناحيه الثانيه مفيش هنا تو، فاحنا بناخد الفيرب تو بي مصرف على حسب الفاعل هي وشي وات. طيب نفترض مثلا انت عايز تقولي انا زمان كنت بلعب بطلت، فتقولي اي يوزد مثلا يوزد تو بلاي بات ناو. طبعا هنكتب كتير كده بس هقول في الاخر يعني ناو بات ناو اي. يا ترى هنا نقول ايه؟ اكيد اي دونت. طب ليه ما خدناش دازنت؟ ما هو عشان الفاعل هنا اي فهناخد دون. طب ليه ما ناخدش فيرب تو بي؟ ما دام بعد يوز تو فعل اللي هو كلمه بلاي، ما دام بعد يوز تو فعل اللي هو بلاي، فالناحيه الثانيه لازم الفعل المساعد يكون دو داز. طيب الفعل لو الجمله ما فيهاش يوز تو والمصدر كان فيها يوز تو حاجه مثلا بي مثلا، لو قلت لك اي يوزد تو بي ساد مثلا، كنت متعود ابقى حزين زمان بات ناو، لكن اليومين دول اي هنا هقول اي ام نوت. ايه الفرق بين دي ودي؟ ركز معايا. هنا بعد يوز تو في الجمله ده جاب لك الفيرب تو بي، ما دام هنا فيرب تو بي فحضرتك لازم تاخد الناحيه دي بعدها الناحيه الثانيه برضه فيرب تو بي، فهتقول اي ام نوت. طب ليه ام مش از وار؟ ما هو الفاعل اي. طب ليه ما نخليهاش مثبته ونقول ناو اي ام وخلاص؟ الترجمه بتقولي انا كنت متعود زمان ان اكون حزين، بس اليومين دول انا لست حزينا. طب ما تيجي تبص على الجمله دي كده، انت بتقول هنا في الجمله دي هي يوزد تو بي، كان معتادا ان يكون هادئا لكنه الان ليس هادئا، كلمه ليس يعني ازنت. طب ليه ما خدناش دازنت؟ علشان هنا بعد يوزد تو فيرب تو بي قولا واحدا، يوزد تو وفعل فناخد دو داز، يوزد تو وفيرب تو بي فناخد هنا برضو الناحيه الثانيه فيرب تو بي. طيب بص على الجمله دي كده، بيقول لك اي didnt use to play، يبقى يوزد تو جايب بعدها فعل، فانا عامل حساب ان الناحيه الثانيه هاخد دو داز بات ناو اي فاكيد هاخد دو. طب ليه مش دونت؟ طب ما اترجم، بيقول لك انا ما كنتش متعود العب كوره زمان بس اليومين دول انا افعل ذلك. طيب افرض ان هو بدل يوز تو بلاي جاب لك مثلا يوز تو بي، هتشوفها في الجمله دي اي didnt use to be، اذا انا عامل حساب ان اخر الجمله برده هيكون فيرب تو بي بات ناو اي ام. طب ليه مش ام نوت؟ ما هو didnt منفيه، الناحيه الثانيه لازم يبقى مثبت. طيب لما اقول لك اي يوزد تو ستادي هارد when I was young but now، انا كنت زمان متعود اذاكر باجتهاد عندما كنت صغيرا لكنني الان لا افعل ذلك، يوزد تو جايب بعدها فعل فناخد فيرب تو دو. طب لما يقول لك اي يوزد تو بي، لما يكون يوزد تو جايبها بعدها فيرب تو بي فانا هنا مستني برضو فيرب تو بي، والله يوزد تو هنا مثبته فالناحيه الثانيه لازم تبقى منفيه فهناخد اي ام نوت. بس انا ما بحبش الشغل اللي هو لما تشوف اختار، عايزين نترجم ونفهم احنا بنعمل ايه. يقول لك في الجمله انا اعتدت ان اكون ذكيا ماهرا يعني عندما كنت صغيرا لكنني الان لست ماهرا. الجمله العاشره هي تشيس يسترداي، والله يسترداي دي ماضي بسيط فالموضوع مش محتاج، يسترداي ماضي بسيط فبلاي. هي تشيس وين هي واز يانج، عندما كان صغيرا هو لعب وكان معتاد ان يلعب، فالاثنين صح فناخد اي اند بي. طيب هي وركد ات ذا ريستورانت وين هي ات يونيفرسيتي، هو كان شغال في المطعم عندما كان في، عندما كان في الجامعة. كلمة كان دي يعني ايه يا مستر؟ كان يعني was، فعشان كده هنقول when he was at university، فين was؟ ادي was. وعايز احذرك واكد لك مفيش حاجة اسمها was being الا اذا كان بعدها تصريف تالت، was being taken، was being fixed، was being mended، لكن was being وبعدين حرف جر او مكان او اي حاجة غير التصريف التالت لا مش مقبولة، ما ينفعش. 13 I wish I were ريتش، بيقول لك اتمنى لو انني كنت غنيا، هذا يعني انني لست غنيا، لست يعني فيرب تو بي، فعشان كده هقول اي ام نوت، ده معناه انني مش غني. رقم 14 بقى بيقول لك اي وود راذر شي ناو، تعالى بقى اقف معايا وقفه صغيره كده هنا معلش، عايزك تعرف ان اي دراذر دي ليها ثلاث قواعد، القاعده الاولانيه انك بتجيب اي دراذر وبعدها فعل في المصدر، مفيش فاعل هنا. القاعدة الثانية انك تجيب اي دراذر فاعل وبعدين ماضي بسيط. الثالثة انك تجيب اي دراذر فاعل وبعدين ماضي تام اللي هي دي. طيب ركز بقى معايا كده عشان نعرف احنا عملنا كل واحدة من دول ليه؟ ايه السبب ان انا عملت كده؟ أول جملة بقول لك اي دراذر وبعدين فاعل، اي دراذر وبعدين مصدر، عايز أقول لك أفضل إنك أنت تذهب، يبقى أي أفضل أن أذهب معلش هقول أيد راذر جو، أفضل أن ألعب يبقى أيد راذر بلاي، أفضل أن آكل أيد راذر إيت، أيد راذر ران، أيد راذر والمصدر على طول، حلو كده؟ طب انت هنا ما عملتش حاجه خالص، قلت اي دراذر وجبت بعدها الفعل فين؟ في المصدر، من المصدر هنا اللي هو كلمه جو، حلو كده مفيش كلام. طيب الناحيه الثانيه قال لك ان انت بتاخد اي دراذر وبعدين فاعل اللي هو ده وبعدين فعل ماضي بسيط، بس امتى نستخدم الصيغه دي؟ لو الجمله دي زمانها حاجه من اتنين، يا اما مستقبل يا اما الجمله يكون زمانها مضارع. طب يعني ايه مستقبل ومضارع؟ هو مين اصلا مستقبل ومضارع؟ بص معايا، عايز اقول لك افضل الجمله اللي كتبتها لك دي، افضل انك ان هم يلعبوا الان. والله بعد اي دراذر هنا جبت لك فاعل، مين الفاعل؟
اللي هو كلمة ساي، ولما يكون بعد اي درايفر فاعل فانا باخد ماضي بسيط، لان الجملة بتعبر عن والله ناو دي مضارع، يبقى ناخد ناخد ماضي بسيط. يبقى تاني كده اي درايفر اللي هي دي لما يكون بعدها فاعل اللي هو كلمة زي، والجملة بتعبر عن المضارع فناخد ماضي بسيط. ده احتمال اولاني. طب الاحتمال التاني المستقبل، لما اقول لك اي درايفر زي بلايد تومورو، تومورو دي بتعبر عن المستقبل فناخد بلايد. اوعى تتلخبط في الموضوع، هما كام حاجة؟ ثلاثة، اولا اي درايفر والفعل في الماستر، هنا مفيش فاعل في النص. الثانية اي درازر وفاعل ناخد ماضي بسيط لو الجملة بتعبر عن مضارع ومستقبل. طب انت ايه اللي يعرفك هي بتعبر عن مضارع ومستقبل؟ ترجم الجملة. عايز اقول لك مثلا ايه، مثلا على سبيل المثال افضل ان هي تسافر اليوم، يبقى ايد راذر شي، انت تقول تسافر اليوم يبقى ترافل اليوم اللي هي توداي. الجملة كده اصبحت مضارع ولا ماضي؟ والله توداي دي مضارع، فعشان كده خدنا معاها ماضي بسيط، لان اي درازر فاعل ماضي بسيط ما دام الجملة بتعبر عن مضارع. طيب كده الحالة الثالثة بقى، اي درازر وبعدين فاعل وبعدين ماضي تام. بس امتى الكلام ده بيحصل؟ الكلام ده بيحصل لو الجمله دي بتعبر عن الماضي، لو انا ترجمت الجمله لقيتها بتعبر عن الماضي. بمعنى عايز اقول لك يا ريتهم او افضل ان هم كانوا يلعبوا امبارح، يسترداي زمانها ايه؟ ماضي بسيط، فانت تستخدم معاها ماضي تام اللي هي هتقول اي درازر زي هاد بلايد ويز اس يسترداي. اوعى تتوه مني، انت هنا في الجمله دي خدت زمن ايه ده؟ هاد بلايد زمانها ايه؟ زمانها ماضي بسيط. ايه الفكره انك خدتها ماضي بسيط يا فندم؟ عشان اي درازر لما يجي بعدها فاعل والجمله زمانها ماضي فانا باخد ماضي تام. طب لو اي درازر وبعدها فاعل والجمله زمانها مضارع او مستقبل باخد ماضي بسيط. طيب نروح نكمل بقى الناحيه الثانيه، بيقول اي درازر شي نقط ناو، والله اي درازر وبعدها فاعل، الجمله دي فيها كلمه ناو يعني بتعبر عن المضارع، اذا نختار ماضي بسيط اللي هو ليفت اللي هي دي. طب الجمله ال 15 اي درازر شي، انت عارف ساعات قبل جمله زي كده بتقول لنفسك والله اي درازر والمصدر لو ما فيش فاعل. طب في فاعل، يبقى اي درازر والفاعل هنا ماضي بسيط او ماضي تام، الجمله لو مضارع او مستقبل ناخد ناخد ماضي بسيط، الجمله لو زمانها ماضي زي ما بقول يستر دي كده فناخد هنا ماضي تام، عشان كده نقول هاد ليفت. طيب 16 بقى لوك، بيقول لك بص بص هناك كده، ذا بيرد از فرايتند، الطائر ده خايف، ات لارج كراودز، يعني مش معتاد على الزحام. خليك معايا هنا لحظه واحده بس، لو انا عايز اقول لك ان اختي مش متعوده على الطقس الحار فاقول لك ماي سيستر، او خلينا اقول شيء عشان ما اكدبش كتير، ازنت يوزد تو هوت ويذر. ده معناها اختي مش متعوده على الطقس الحار. لاحظ ان از يوزد تو ده اهي، انت جبت بعدها دايما اسم او الفعل المضاف اي ان جي. ممكن اقول لك نفس الجمله دي بنفس المنظر ده بس احط فيها فعل، فاقول لك شي ازنت يوزد تو، هنا هنقول بقى يعيش اللي هي مين، بس انا هخليها ليفنج طبعا على طول. طب ليه ليفنج؟ القاعده بتقول ان از يوز تو بيجي بعدها اسم او الفعل المضاف له اي ان جي، هما الاثنين يبقوا صح. طيب انا عايز اقول ان هو مش متعود على الميه السخنه، فاقول هي ازنت يوزد تو هوت ووتر، مش متعود انه يشرب ميه سخنه، فاقول هي ازنت يوز تو درينكينج هوت ووتر. طب ما تيجي نعمل دي كده، انت بتقول بص الطائر ده ليس معتادا على الاماكن اللي فيها زحام، فاقول از نوت يوزد تو، ونجيب بقى اللي بعدها يبقى isn't used to large crowds. طب عايز اقول مش متعود يقف في الاماكن المزدحمه، فنقول isn't used to standing in large crowds. 17 the students forced their test when the teacher entered the room. بص عود نفسك في الجمل اللي فيها روابط زي when، ترجم الجزء السليم الاول عشان تعرف الجزء البايظ ده محتاج ايه. انت بتقول عندما المعلم دخل الفصل الطلاب كانوا يراجعون الدرس، كانوا يراجعون ده ماضي مستمر، فهناخد where revising، where revising يعني كانوا يراجعون درسهم. We were discussing a new project and a good time as well. ركز معي، انت بتقول احنا كنا بنناقش المشروع الجديد ونستمتع بالوقت ايضا، اذا هنستخدم من هنا having. طب ليه and بيجي قبلها ماضي مستمر وبعدين مستمر، بسيط وبعدين بسيط. طب سؤال، ليه ما قلناش and we're having؟ عايزك تعمل حسابك ان دي زي ما يكون هي زي الرياضه كده، احنا خدنا العامل المشترك هنا معانا مين؟ where ing and ing. الجملة دي يا شباب وكذا جملة برضه هنقف معاها كده، أنا أعتقد إن هاد تنفع فيها. طب ليه تنفع هاد؟ أنا ممكن أقول لك الجملة بالطريقتين بالعربي وأنت تحكم بنفسك. لو هناخد هاد هيبقى معنى الجملة إحنا كنا بنناقش المشروع الجديد وقضينا وقتا ممتعا أيضا، دي رقم واحد. طيب المعنى التاني إحنا كنا بنناقش المشروع الجديد ونقضي ونستمتع بالوقت أيضا، فهما الاثنين ينفعوا صح. أنا شخصيا ميال مع دي، ولكني ما ينفعش نجزم إن رقم إيه غلط. 19 I my wallet lying on the street. أنا ورا جو، أنا عايز أقول وجدته، يعني أنا وجدت حافظتي محفظة النقود بتاعتي مرمية على الأرض في الشارع منذ ساعة. والله يجد يعني find والماضي منها
فاوند. امال ايه فاوند ديت؟ بص معايا، عايزك تعرف ان كلمه فايند يعني يجد، الماضي منها اسمه فاوند، اف او يو ان دي. الصفه الثالث منها بقى فاوند برضه نفس الفعل، يعني فايند فاوند فاوند. امال ايه فاوند اللي كانت الثانيه دي؟ فاوند دي معناها يبني او يؤسس، يعني ممكن نعملها بمعنى يؤسس. طب الماضي منها بقى ديت فاوندد، والتصريف التالت منها برضو فاوندد. فانا عايزك تفهم حاجه، ان فايند فاوند فاوند، طب فاوند اللي يبني او يؤسس الماضي منها فاوندد فاوندد. هنا في الجمله انت بتقول احنا او انا وجدت، اللي هي وصفه اللي هي فاوند. 20 بقى، I to leave the office at 5 p.m. but our manager asked us to work late. بص ترجم السليمة، المدير بتاعنا طلب مننا ان احنا نشتغل لفترة طويلة بالرغم ان انا كنت مخطط امشي بدري، فعشان كده هتختار كنت مخطط، I was planning. 21، I am glad you called. انا مبسوط خالص ان انت اتصلت بيا والله، ده انا كنت هبدأ افكر ان انت ما بتحبنيش، عشان كده هنقول was beginning اللي هي نمبر A. 22، when not I found everything so easy. لما ايه؟ انا وجدت ان الموضوع كله بسيط جدا. انت عايز تقول اثناء المذاكره او عند المذاكره. عايزك تفهم حاجه قبل ما نبدا نحل الجمله دي، ان في روابط كده بيجي بعدها الفعل المضاف له اي ان جي. اون بنجيب بعدها دايما الفعل المضاف له اي ان جي، كلمه وين دي ممكن نجيب بعدها جمله سليمه وممكن نجيب برضو اي ان جي. طب having بنجيب بعدها الباست بارتيسيبل. طب افتر في احتمالين، انك تجيب افتر فاعل يعني افتر اي هاد مثلا سليبت مثلا، يعني افتر فاعل ماضي تام. الاحتمال اللي بعد كده او الحاجه اللي بعد كده، خد بالك من ده كله، انك ممكن تقول سليبنج وتكمل تعمل كما وتكمل الجمله. عايز اقول لك انا بعد ما نمت حلمت، فتبقى اون سليبنج اي هاد ا دريم، وين سليبنج اي هاد ا دريم، هافينج سليبت اي هاد ا دريم، افتر اي هاد سليبت I had a dream. أو sleeping I had a dream. sleeping دي كأنك بتقول بعد أن نمت. حلو كده. طيب فهنا في الجملة بيقول لك بقى when A I found everything so easy. والله when مفيش بعدها فعل، فناخد الفعل المضاف له ING على طول. طيب when A the lesson seemed to be so easy. عندما تمت مذاكرته الدرس بدأ سهلا. المفروض الجملة when the lesson had been studied. قال لك انت ممكن تجيب بعد وين التصريف الثالث كنا او يعني بدل من كل اللي انت كتبته ده، يعني مثلا بدل ما تقول when the company مثلا had been built مثلا، او ممكن تعملها بشكل ثاني تقول was built. ما انت عارف ان when بعدها ماضي بسيط او ماضي تام، الاثنين دول بقى ممكن نستخدم منهم اختصارا كده، تروح قايل when built. ركز في اللي بقولك كده، وين بنجيب بعدها جمله سليمه عادي مفيش مشكله، او انك تحذف الكل وتسيب الفعل بس في التصريف الثالث وتبقى وين بلت يعني بعد ان بنيت. طيب فهي طبعا هنقول ايه، احنا اخترنا هنا وين ستاديد يعني بعد ان ذكرت المواد. ذا ليسن سيمد تو بي سو ايزي. طيب او بعد ان ذكرت المواد مثلا، عشان انا الفعل موجود في الجمله يعني. دونت وري you didn't disturb us. لا تقلق انت لم تزعجنا على الاطلاق. وي احنا اصلا ما كناش نايمين. وي ويرنت سليبنج. اللي هيفكر انه يختار wouldn't sleep ما نقدرش نقول لا، والسؤال ده محتاج تعديل في دي. ليه بقى؟ انا ممكن اقول لك لا تقلق انت لم تزعجنا لم تقاطعنا احنا ما كناش نايمين، وممكن اقول لك وي wouldn't sleep ما كناش هننام، فالاثنين ينفعوا. طيب لكن انا ميال لرقم دي، she had just left the room، هي لسه حالا ماشيه من الغرفه. the police arrived. طبعا الرابط الوحيد اللي هنا اصلا هي when. علي had a black eye. علي عينه سودا، يعني حد ضربه في وشه بالبوكس. it seemed as if he يبدو وكانه كان في صراع، يعني هو كان في خناقه وبعدين قابلنا، فعشان كده نقول had been. طب ليه مش was being؟ ما ينفعش ابدا was being الا اذا كان بعدها تصريف ثالث نشك فيها في الحاله، غير كده لا. I got to work this morning and angry when I saw that no one had arrived yet. أنا رحت الشغل النهاردة، رقم واحد رحت الشغل، وبعدين زعلت لما ما لقيتش حد. هو إيه اللي حصل الأول؟ أنا رحت الأول وبعدين زعلت. فالزعل ده ماضي بسيط عشان هو حدث تاني، فعشان كده أقول I was. First she a teacher.
عود نفسك انك لما يكون معاك افطر بتجيب ميه تام وبعدين ميه بسيط، او ميه بسيط وبعدين ميه بسيط. لما يكون في فيرست وزن ما بتعملش ترتيب احداث، بتاخد الاثنين ميه بسيط، فتقول فيرست شي ووز ا تيتشر، هي هي اووك سينكينج، هي ووز ان ا بريزن. بص معايا في الجمله دي كده، بقول لك هو صحي من النوم معتقدا ان هو كان في السجن، ان ذات هي هاد بين ارستد فور ا روبري، وانه قبض عليه في سرقه. He then realized that، وبعد ذلك أدرك أن كل ذلك كان حلما، يعني كل اللي كان في الأول ده كان حلم، وبعدين صحي. الحدث ده هو حصل الأول وبعدين هو صحي، فأنت عايز مية تاني، عشان كده هنقول had all been. طيب everyone home by the time Doris got to the party. بص معايا الجملة دي، الاختيارات الاتنين، الاختيارات اللي في الجملة ديت الأربعة، أنا شايف إن فيهم اتنين ينفعوا. الأولاني والأولى إنك تستخدم هاد جان، بمعنى الناس كلها راحت البيت قبل ما دوريز تروح الحفله، ده واحده. الاحتمال الثاني انا شايف وود جو تنفع. طب منين وود جو تنفع؟ مش انت عارف ان انت ممكن تقول هي ويل كم هوم باي ذا تايم هيز داد ارايفز مثلا. الجمله معناها ايه؟ هو سياتي الى المنزل قبل ان يصل ابيه. انت واخد بالك ان الجمله دي هنا ويل، هنا كده ويل، والناحيه الثانيه خدنا مضارع بسيط، لان القاعده بتقول ان لما يكون الجمله فيها مضارع بسيط بناخد معاه مستقبل والعكس. طيب افرض ان الجمله دي كده معموله بالمنظر ده، ان هنا هي ويل بدل arrives هناخدها arrived. افرض ان دي arrived، اللي خلاك تخلي تحول arrives ل arrived، فلازم تحول ويل الى اكيد الى would، وبالتالي اصبح كده الجملتين، الجمله ديت مستقبل ومضارع، والجمله ديت وود مع ماضي بسيط. نفس اللي حصل هنا، لو احنا هنعتبرها بالمنظر اللي هي كتبته لك في الصفحه دي، لو كتبته لك هنا كده في الصفحه دي، فانت في الحاله دي هتختار وود جو. طيب لو انا عايز اقول لك الناس كلها وصلت اصلا الحفله قبل ما هي تيجي الحفله، فطبيعي ناخد ميه تاني. انا شايف ان الاثنين في الجمله دي صح، فمنطلق واحد، واكيد هتعدل الجمله دي في الكتاب لانه دلوقتي حاليا بيراجع. rarely up late. بص يا سيدي الفاضل، هقول لك كلمتين محتاجين انك تفهمهم. اول واحدة، اي اداة، اي اداة نفي او لفظة نفي، خلينا نقول لفظة، اي لفظة نفي في اول الجملة، اي لفظة نفي في اول الجملة بس يكون هدفها نفي، نقلب الترتيب. يعني ايه نقلب الترتيب؟ المفروض ان دي الترتيبه، الترتيب يعني ايه نقلب الترتيب؟ عايز اقول لك انا ما بلعبش كوره، او انا ما لعبتش كوره، انا ما لعبتش كوره في الماضي، فهقول اي didn't، اي didn't play football. حلو كده. طب انا عايز ابدا الجمله بكلمه نيفر بقى، ما دام بدات بكلمه نيفر اللي هي كلمه من كلمات النفي، فهتروح جايب الفعل المساعد الاول، هتقول نيفر ديد، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل بعد كده، يبقى never did I play. طب عايز اقول لك انا ما اكلتش، هقول لك I didn't eat، او never did I eat. حلو كده. كلمة never دي بقى يا عم زيها زي كلمة rarely و scarcely و seldom، كلمات النفي كلها، و hardly و as soon و no sooner، اي كلمة من كلمات النفي اللي معناها لم وكده، اعمل حسابك انك بتعمل نفس الموضوع ده. دي مين اللي قدامك؟ ريرلي. فانت هتعمل نفس الموضوع، فانا بحل يا مستر هستبعد كل اللي ما ينفعش. والله ريرلي ما ينفعش نجيب بعدها فاعل، عايزين فعل مساعد، وهنا جوت ما ينفعش عايزين فعل مساعد. هنا دي تنفع وهنا دي تنفع، ما هما الاثنين بادئين بفعل مساعد، اللي هما دول بادئين بفعل مساعد، بس انا عارف كويس ديد فاعل مصدر، طب يبقى دي صح الاجابه. امال ايه الثانيه دي؟ ديد شي جوت، ينفع ديد والفعل في التصريف الثاني، فطبعا ده خطا، فالاجابه هنا ديد شي جيت. طيب ده معناها ان ريرلي ديد شي جيت اب ليت، ده معناها ان شي ديدنت جيت اب ليت. طيب 22 32 بقى نيفر ليت اجين. لو انت خدت بالك وانا بكتب لك هنا قلت لك ايه؟ اي لفظه نفي، ولا لازم لك باللون الاحمر وافضل اكبر لك فيها. بص هكبر لك شويتين ثلاثه اربعه كده، انا قلت لك لفظه ايه؟ لفظه نفي. ما هو انت عارف ان الفاظ النفي غير الفاظ النهي، ما احنا ممكن نستخدم كلمه في الاول تبقى نفي وكلمه تبقى نهي. نهي يعني ايه؟ نهي دي بالعربي كده معناها اوعى تعمل الحاجه دي. عايز اقول لك اوعى تنام بدري، فاقول لك نيفر سليب ليت، وممكن اقول لك دونت sleep late. ركز في دي كويس، لو عايزك ما تنامش اوعى تنام بدري، فاقول لك never sleep late، دي معناها احذر اوعى تعمل دي.
طب عايز اقول لك ما تنامش بدري باستخدام دونت، فيقول لك دونت سليب ليت. وبالمناسبه ما ينفعش نقول دازنت، لان النهي حاجه من اتنين، يا اما نيفر يا اما دونت. طيب نرجع لموضوعنا، الجمله دي انا هترجمها عشان اعرف هي نهي ولا نفي. ما هو كلمه نيفر دي ممكن يكون نيفر اللي هي دي، كلمه نيفر ممكن يكون هي نيفر دي. هنا نيفر معناها ايه؟ معناها انا لم افعل. طب نيفر دي معناها ايه؟ معناها لا تفعل، اوعى تعمل، اللي هي الثانيه اللي هي دي معناها لا تفعل. طب انا هشوف هنا مين الموجوده في الجمله. بيقول لك ايه؟ ليت اجين اور يو ويل بي ديسمست، ستطرد لو جيت متاخر، فلا تتاخر. يبقى ده اسمه نهي، يبقى النيفر والمصدر كم. نيفر بلاي لا تلعب، نيفر جو لا تذهب، نيفر ران لا تجري. طيب الجمله اللي بعدها، نيفر ايه ليت سو يو جات ذا بروموشن، انت عمرك ما جيت متاخر عشان كده انت تم ترقيتك، انت لم تاتي. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه نفي. وبالتالي هنقول نيفر فعل مساعد فاعل، يبقى نيفر ديد يو كم اللي هي دي. انا هستبعد دي الاولانيه لانها بدا فاعل، وهستبعد دي ان اصلا ما فيهاش فاعل ولا فيها فعل مساعد، وهستبعد دي لا مش هستبعدها، افكر فيها ليه؟ لانها بدا فعل مساعد. دو يو كم بس ده مضارع، دو يو كم دي مضارع، والجمله اصلا فيها جوت يعني ماضي. يسترداي يوزد with the past simple. الجمل دي حاجه كده من الالفاظ اللطيفه اللي العيال بيلعبوا بيها صغيرين كده، يقول لك ايه؟ تعرف تقول لي اي از؟ ينفع ينفع احنا الطبيعي يقول لك اي ام، اي ام ابوي مثلا، اي ام ابوي يعني انا ايه؟ ولد. من الالفاظ اللي هي العاب العيال الصغيرين يعني، يقول لك تعرف تجيب يسترداي وبعدها از؟ هقول لك اه، يسترداي يسترداي از ا وورد يا عم، عادي جدا. يسترداي كلمه يسترداي تكون كلمه عادي جدا يعني. ممكن اقول لك مثلا حاجة تانية، I برضو I is a word، يعني ايه معناها دي؟ كلمة I تكون كلمة يعني، عادي جدا يعني. فده شغل ألعاب صغيرين. فأنت هنا هتقول yesterday is used with the past simple، كلمة yesterday تستعمل مع الماضي البسيط. طيب اللي بعد كده بقى، yesterday hotter than now، امبارح كان، يبقى هنقول was. 36، I know to stay at the Star Hotel when I was in Cairo، أنا كنت قاعد في فندق النجوم لما كنت في القاهرة. يبقى هتقول I used to stay اللي هي ده، أو was used to staying، أو I stayed على طول، و I usually stayed على طول. طيب I not the stay at the star hotel، خد بالك إن كلمة stay يعني يقيم اللي هي دي. طب the stay يعني الإقامة، عبارة عن إيه الإقامة دي؟ عبارة عن اسم. فاكر الجملة دي؟ راحت فين؟ الجمله بتاعت اختي متعوده على الطقس الحار والحاجات دي، لو انت فاكرها يعني، عشان مش عارف راحت فين. كنا بنقول ماي سيستر از يوزد تو هوت ويذر، هوت ويذر اسم يعني. فهنا برضو الاقامه اسم، فانت هتقول ماي، ما هتقول اي ووز يوزد تو ذا ستاي ات كذا. ووز يوزد تو هيجي بعدها فعل مضاف اي ان جي او اسم. كان ممكن يقول اي ووز يوزد تو ذا ستاي او اي ووز يوزد تو ستاينج. طيب وايل نوت مام تيستد ذا فود، اثناء الطبخ امي تذوقت الطعام، فهقول لك وايل كوكينج. طيب وايل نوت مامز فود تيستد نايس، اثناء الايه؟ طعام امي كان طعمه جميل اثناء ما كان بيطبخ. يبقى وايل بينج كوكد اللي هي ديت، اثناء الجمله اصلا وايل ذا فود ووز بينج كوكد فشلناه. 40 بقى، اون ماي هوليداي، طبعا انت عارف ان في مصطلح كده اسمه وايل اون هوليداي. لو عايز اقول لك اثناء ما كنت انا في الاجازه، فهقول لك بالطريقتين دول، هقول لك وايل هتعملها كده، وايل اي ووز اون هوليداي، دي طريقه انك تقول وايل اي ووز اون هوليداي. وممكن تحذف كلمه ووز دي اصلا من الجمله وتقول وايل اون هوليداي. طب عايز اقول لك اثناء ما كنت في المدرسه، وايل اي ووز ات سكول او وايل ات سكول. طب اثناء ما كنت في القاهره، وايل اي ووز ان كايرو او وايل ان كايرو، الكل ينفع. طيب فهنا بقى قلنا وايل. طب 41 بقى، نقط ماي هوليداي اجازتي اسم، فانا اقول ديورينج، ما هي ديورينج بعدها اسم. افتر هي ذا ستيشن هي ريلايزد هيز بروبلم، هو ادرك مشكلته بعد ما هو وصل المحطه. يعني ايه اللي حصل اول؟ وصل الاول المحطه وبعدين ادرك، فعشان كده نقول افتر هي هاد ريتشد. After he the station he realized that he had left the tickets at home. ركز كده، هو أدرك إن هو ساب التذاكر في البيت بعد ما وصل الإيه؟ المحطة. هو إيه اللي حصل أول؟ هو ساب الحاجة الأول وبعدين راح المحطة، فموضوع ذهب وصل المحطة ده حدث تاني، فتقول after he reached. مثال عادي كده عشان ما تلخبطش، مش after المفروض بعدها ماضي تام وبعدين ماضي بسيط. خد بالك لما أقول لك after I came home
I found out that my dad وبعدين هنا slept. الجملة دي كده صح ولا غلط؟ احكم بنفسك انت، احكم انت بنفسك. هو انت بتقول بعد ما انا came يعني اتيت الى المنزل انا وجدت ان ابي slept يعني نام. هو ايه اللي حصل الاول؟ اللي حصل ان ابويا نام الاول وبعدين انا جئت، فموضوع النوم ده حدث اولاني، فعشان كده المفروض كنا قلنا هنا had slept. نفس الجملة برضو هنا انت بتقول لي بعد ما انا وصلت المحطة ادركت ان انا سبت التذكرة في البيت، يعني انت سبت التذكرة في البيت ولبست الحذاء وركبت العربية وبعدين وصلت، فالوصول ده حدث تاني. While I not Cairo, I met Ali. While I was visiting Cairo, I met Ali. طب ليه مش ينفع نقول visiting؟ كنا ممكن نقول while visiting من غير I. طب ليه مش ينفع was going؟ خد بالك ان was going لازم بعدها اصلا to. طيب while I not in Cairo، طيب نقول was visiting، ينفع نقول كنت ازوره في القاهرة. عارف لو ما فيش in كنا قلنا while I was visiting Cairo. طيب الطريقة التانية ان اقول لك while I was in Cairo اللي هي دي. طب الطريقة التالتة while in Cairo على طول. طيب 46 while I to Cairo I met Ali. while I بينما أنا إلى القاهرة، خد بالك من إلى، ينفع أقول لك يزور إلى القاهرة؟ لا، فكل اللي فيهم visit دول استبعدناهم. طيب was to يعني كان يجب أن، ينفع أقول لك بينما أنا كنت يجب أن؟ لا مش تنفع، فدي برضه مش موجودة، فعشان كده خدنا was going. ومعنى الجملة بينما أنا كنت ذاهبا للقاهرة قابلت علي. 47 بقى بيقول لك he used to a tired after working. عارف لو انت وقفت هنا كده وحبيت تحل هتغرق. ليه؟ used to عايزه بعدها الفعل في المصدر، هنا بي مصدر ولوك مصدر وفيل مصدر وبيكم مصدر، اختار مين في الموقف ده هتقف وتلطم على طول. فانا انصحك دايما كمل الجمله لحد اخر نقطه، ما تستعجلش وما تتفزلكش. he used to a tired after working for long hours but now he يعني he isn't. انت فاكر لما كنت بقول لك isn't؟ استنى كده ارجع بيا معلش شويه لحظه كده، فاكر دي؟ انا كنت ليه بقول لك هنا خدنا isn't؟ ليه ما ناخدش doesn't في الحته دي كده؟ ليه ناخدها isn't؟ عشان هنا في verb to be. طيب ليه خدنا doesn't هنا؟ ليه ما خدناش verb to be هنا؟ ما خدناش هنا verb to be، ما قلناش isn't او كده في الهي دي، لان معايا فعل. فانت عارف لما يكون معاك فعل بناخد do does، لما يكون معاك كلمه be فناخد هنا am و is و are. ارجع كده، هنا جاب لك مين؟ isn't. يبقى انت محتاج مين على طول؟ be. طب افرض يا مستر ان هو جاب لي هنا كلمه he doesn't، كان ينفع بي وسي ودي. طيب 48 he used to not tired after working for long hours but now he doesn't. والله doesn't يبقى انا عايز هنا فعل، ما ينفعش بي. لا ما هو لو عايز تاخد بي هنا فكان المفروض تقول isn't. حلو الكلام. طب ليه مش looks؟ ما هي looks فعل، حضرتك used to المصدر، ما ينفعش ناخد الفعل مضاف له اس ابدا. طب ليه مش became؟ became يا فندم ماضي، ازاي ناخد ماضي مع بعد used to؟ used to المصدر، فعشان كده خدنا مين؟ خدنا feel. طيب when I arrived at the station the train not I caught it. ركز، لما انا وصلت المحطة القطار ايه؟ انا لحقت القطار الحمد لله. يعني ايه اللي حصل الاول؟ يعني انا وصلت الاول وبعدين الحالة اللي حصلت بعد كده رقم اتنين القطار غادر، فناخد هنا ماضي بسيط اللي هي lift. طب ليه lift؟ لان ده حدث يا شباب تاني. طيب في الجملة اللي بعدها بقى وهي اتأكد 49 بيقول لك when I arrived at the station، لما انا رحت المحطة القطار ايه؟ فاتني القطار. بص ده معناها، ده معناها ان القطار غادر الاول. لو انت قلت لي كده، لو انت قلت لي ليفت وهاد ارايف، ده معناها ان الوصول ده حدث اولاني فحطيناه ماضي تام، والمغادره حدث تاني فحطيناه ماضي بسيط. طب لو عكسنا، لو انا قلت لك هاد ليفت وبعدين ارايفد، هاد ليفت غادر الاول، هاد بلايد لعب الاول، هاد ايتم كان الاول، فهاد دي يعني الاول يعني. فهنا في الجمله بقى بيقول لك ايه؟ لما انا وصلت المحطه القطار ايه؟ فاتني القطار، ده معناه ان القطار مش الاول، غادر الاول، فعشان كده هناخد هاد ليفت يعني غادر الاول وبالتالي انا فاتني هذا القطار. 51 I not my homework at 8 last night. I finished then. بص بقى في الجمله دي وركز معايا عشان فيها تركايه بسيطه كده. بيقول لك انا واجبي الساعه 8 بالليل. I finished then. كنت قد انتهيت اذا، يعني انت كنت قد انتهيت بالفعل، يعني كان الموضوع ده خلص من زمان، فعشان كده هتقول I had done. انا كنت عملت واجبي وخلص. والجمله دي في التعديل يعني هيشيلوا من الاجابات. 52 I my homework at 8 last night. I finished at 9. بص ركز، انا واجبي الساعه 8 امبارح بالليل، خلصته 9. يعني 8 انا كنت شغال بعمل، فعشان كده هيقول I was doing my homework، كنت مستمر في العمل.
ركز الفرق بين الاثنين. هنا بقول لك انا كنت انتهيت في ذلك الحين فخدنا ماضي تام. طب هنا بقول لك انا كنت شغال الساعه 8 وخلصت 9. 53 what the first thing you wrote، ماذا كان اول شيء انت كتبته؟ فعشان كده هنقول what was، ماذا كان اول كتاب كتبته، ماذا كان اول طعام اكلته، وهكذا، لانك بتسالني عن حاجه في الماضي. طب what you write first، فهناخد هنا what did. وهنا بقى عايز اقف معاك وقفه صغيره شويه كده في حاجه بسيطه جدا. لما اسال واحد اقول له not your dad، السؤال ده، والجملة التانية where not your dad go. الإنجليزي يا شباب مبني على بعضه، كتلة واحدة. يا ترى هنا هنقول is وأنا هنقول does؟ يا ترى أقول لك where is your dad ولا where does your dad؟ لا يا مستر طبعا، أنا في دي هقول where is. طب ليه where is؟ لأن الجملة حضرتك ما فيهاش فعل. أنت بتاخد is دي في ثلاث احتمالات، إن يكون الفعل بعدها مضاف له ing، ده الاحتمال الأولاني. الاحتمال الثاني إنك يكون معاك اسم في الجملة اسم. الاحتمال الثالث إنك يكون معاك في الجملة صفة أو ظرف مكان أو زمان. بمعنى ممكن أقول لك she is reading، she is sad، she is Mona، she is at school. يعني هكتب كمان ظرف عشان يبقى أربع حاجات وتنظمهم. طيب بناخد امتى دو داز؟ بناخد دو داز دول، بناخد دو وداز وعيلتهم يعني، لما يكون مع حضرتك فعل، والفعل ده لازم يكون فين؟ في المصدر. طيب انا قدامي دلوقتي وير از داد، انت خدت لي هنا از ليه؟ لان الجمله دي فيها يور داد اللي هو الاسم. طيب هنا في الجمله ديت وير يور داد جو، والله جو يعني يذهب، فانا كده قدامي فعل في المصدر اهو، فهاخد مين؟ دو او داز. فهقول له بقى وير داز يور داد جو. ارجع تاني كده معايا هنا في الجمله دي، هو انا ليه ما فكرتش في ديد؟ علشان الجمله اصلا ما فيهاش فعل ولا فيها فعل؟ لا فيها فعل. فانت بتقول لي بص بالعربي كده وات ووز، انت بتترجم بالعربي ماذا كان اول شيء انت كتبته، فعشان كده خدنا ووز. طب ليه مش ديد يا مستر؟ اصلا بكل الطرق ينفع ديد وبعدين روت، ينفع ديد والمصدر. طب في الجمله الثانيه وات يو رايت فيرست، واخد بالك من رايت المصدر الجميله دي، فخدنا ووز عشان خدنا ديد عشان كده. After I entered the shop, I realized that I my wallet at home. بعد ما دخلت المحل أدركت إن أنا نسيت المحفظة في البيت. إيه اللي حصل أول؟ نسيت المحفظة الأول وبعدين رحت المحل، فعشان كده هناخد my time اللي هي had forgotten. طيب بعد كده After I entered the shop، بعد ما أنا دخلت المحل I realized that I to the waiter my order. ركز، أنا بعد ما دخلت المحل أدركت إن أنا نسيت أقول للراجل ده طلبي، إيه اللي حصل أول؟ دخلت الأول وبعدين حدث النسيان ده حصل، فحدث النسيان ده حدث تاني، فهنقول I forgot، forgot. طبعًا دي كانت هات forgotten، هنا هنقول forgot. تاني كده يا مستر 55 56، ركز معايا، أنت بتقول إيه في 55؟ بتقول بعد ما دخلت المحل أدركت إن أنا نسيت، يعني أنا نسيت الأول في البيت وبعدين رحت المحل. طب الجملة 56 أنت بتقول لي بعد ما دخلت نسيت اطلب، موضوع الطلب ده هيحصل وانت في البيت ولا في المحل؟ في المحل، يعني دخولك الاول وبعدين الطلب حاجه ثانيه. طيب I invited him to the party but later I realized that I to give him the address. The address. انا دعيته لحفلتي بس ادركت بعدين ان انا نسيت اديله العنوان. دعيته الاول والنسيان ده حدث ثاني، فعشان كده هقول I forgot. طيب 58 I would A read the novel I would أو I had على حسب بقى المعنى والجملة. Read the novel completely then. أنت عارف إن then دي، أنت عارف إنه sooner than. Hardly و scarcely when. فأنا هناخد هنا I had rather. I had no sooner sorry. طيب I'd not read the novel completely then write review without reading. أنت عارف اللي بيحل الجملة الإنجليزي؟ الترجمة. أنت بتقول هنا في الجملة رقم 58 بمجرد ما أنا قرأت الرواية كاملة أنا كتبت مقالا نقديا عنها. طب في الجملة دي 59 بتقول أنا أفضل أن أقرأ روايات كاملة عن أن أكتب ريفيوهات دون قراءة، فعشان كده أنت عايز تقول أفضله، فهتقول I would rather. وطبعا وأنت عارف إن would rather بعدها المصدر. طيب في الجملة رقم 58 بتقول بعد أن، في 59 بتقول أفضل أن. 60 بقى she had just left the room the police arrived. بص أنت بتقول هي لسه ماشية من الغرفة البوليس وصل. had just left the room when the police arrived. طيب بعد كده 61 I anything until she had finished talking.
انا ما عملتش، انا ما قلتش حاجه الا لما هي اتكلمت، فطبعا عايز مواد بسيط منفي اللي هي دي. بس خد بالك لو هنا بدل هاد فينيشد هاز فينيشد او فينيشز، كنا هناخد قبلها وونت مستقبل. It wasn't until we had arrived home. It wasn't until الرابط معاها that، ما انت عارف it wasn't until و it was only when معاهم الرابط في النص ده. طيب بعد كده 63، I this haircut at first but I got used to it. I like it now. انت بتقول بالعربي كده، انا كرهت تفصيفة الشعر دي في البداية بس بدأت احبها. I hated. طبعا افعال شعور ما ينفعش مستمر. It wasn't until I him speak that I recognized his voice. It wasn't until ماضي تام، ماضي بسيط، فعشان كده هنقول had read. طب ليه ماضي تام؟ بالمنطق اصلك بتقول بمجرد ما انا سمعت الناحية التانية ادركت، فانت سمعت الاول. There was a terrible atmosphere in the room. كان في امبارح في الغرفة يعني الاجواء كانت مشحونة، يعني كان الناس زعلانة من بعضها بشكل كبير جدا. يعني بقول لك there was a terrible atmosphere in the room. كان في أجواء مكهربة في الغرفة بالأمس. زي an argument just before I came. هما كانوا عاملين نزاع، كان في مشكلة. أنت بتقول ليه؟ كان في مشكلة، يعني هما اختلفوا، هما اتخانقوا. الموضوع كله حصل قبل ما حضرتك توصل أصلاً بالسلامة. فهدها. 66 بقى، no sooner had فاعل مصدر. طبعاً had we heard اللي هي number A. طيب على فكرة بقى في no sooner دي هقول لك على حاجتين. أنت بعد no sooner بتجيب had فاعل تصريف ثالث او ديد فاعل مصدر، بس لو هاد في الاختيارات هاد فاعل تصريف ثالث هي الاولى. 67، it wasn't until my daughter had it called that I ماضي بسيط، يبقى ستوب على طول. I to the party but you weren't there. انا رحت الحفله او ما رحتش الحفله على حسب بقى، بس انت ما كنتش هناك. يعني عايز اقول لك ايه، انا ذهبت الى الحفله ولكنك لم تكن هناك. يبقى المفروض نقول له I went او didn't او did go. خد بالك لما تقول did go دي بتساوي went، طب did play بتساوي played، did watch بتساوي watched. بستخدمها امتى؟ لو واحد بيقول لك على فكره انت ما رحتش الحفله، فانت عايز تقول والله رحت، تروح قايل له I did go. حد بيعزم عليك ويقطع لك هدومك عشان تاكل معاه وانت عايز تقول له والله كلت، فتقول له I did eat. 69 بقى، no one was there when I arrived. They the office، محدش خالص كان موجود لما انا وصلت. هما غادروا المكتب، يعني هما غادروا الاول وبعدين انا رحت، فعشان كده هقول had left. No one even noticed when I arrived home، محدش اصلا خد باله لما انا روحت البيت، اصل هما كانوا بيسمعوا الماتش، عشان كده هنقول they were watching اللي هي number C. كده 70 جملة. انا كده خلصت حل الوحدة الاولى كاملة من كتابة ريشر. عايز الفت انتباهك ان ده مش الفيديو الاخير في الوحده الاولى، احنا هندخل ان شاء الله في الوحده الثانيه عادي جدا، بس في فيديوهات بسيطه كده هتنزل في الطريق. في فيديو معبأ بالملحوظات هنزله لكم عشان تعرفوا الفرق بين حاجات كتير جدا، عشان الفيديو ده مهم جدا لابعد مدى. يا ريت يا شباب قبل يوم الاحد نكون سمعنا كل الفيديوهات دي، يا ريت يا شباب نذاكر كويس عشان الامتحان اقترب، يا ريت ما تخليش حد ياخد كورسيك. زي ما قلت لك قبل كده في كورس جلد في كل مؤسسه، الكورس ده بيكون المدير والرئيس حافظ على الكورس ده، لانك لو ما قعدتش على الكورس ده هتجري كتير عشان تخدم الشخص اللي قاعد على الكرسي. ربنا يوفقكم وانتظروني في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.